اتحاد الكرة يدرس تخصيص جائزة لأفضل لاعب في السوبر المصري. طيب، رسميا النادي الاهلي بيتعاقد مع اليو باجي اللاعب السنغالي، مهاجم، لعيب مميز، لعيب جيد جدا من فريق رابيد فيينا النمساوي، فريق ايضا قوي وبينافس في الدوري النمساوي وفي ليفل يعتبر جيد. فبالتالي كان الشغل خلال الفتره اللي فاتت كلها على استخدام مهاجم اجنبي زي ما حضراتكم شايفين كده بشكل رسمي. خلاص النادي الاهلي بيعلن النهارده من ساعتين ثلاثه كده انضمام هذا اللاعب لصفوف النادي الاهلي بعد ارسال مندوب ومسؤول التعاقدات في النادي الاهلي للنمسا عشان يحسم كل هذه الامور والملف الخاص بالمهاجم الجديد طبقا طبعا للرؤيه الفنيه الخاصه بمستر ريني فايلر المدير الفني، واللي شايف ان الاهلي محتاج يعني لعيب في الخط الامامي. فبالتالي كان يعني خلينا اقول لحضراتكم بعد الكواليس كده سريعا ان كان في ثلاث اسماء بالتحديد مرشحين بقوه واللي كان مركز عليهم مستر ريني فايلر، منهم اليو باجي من ضمن هذه الاسماء، وكان في كلام على بعض الاسماء اللي كانت قبل كده في مفاوضات معاها. وزي ما كان قال الكابتن سيد كان في لاعب معين الاهلي بيتفاوض معاه لكن النادي رفض ان هو يتخلى عنه، لكن اليو باجي كان في توافق كبير جدا ما بين المدير الفني ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي على استخدام هذا اللاعب ومدى الافاده الكبيره اللي ممكن يفيد بها النادي الاهلي باذن الله تعالى خلال الفتره الجايه، باذن الله يكون اضافه ان شاء الله يساهم مع النادي الاهلي في مختلف البطولات. احنا عندنا بطولات محليه والبطوله الاهم طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب، دي لقطات لاليو باجي مهاجم النادي الاهلي الجديد. هو واضح من اللقطات دي بصراحه ان هو راجل بيمتاز بضربات الراس، كورته حلوه في رجله يعني الفوت وورك بتاعه كويس، طوله كمان مميز 189 سنتي. يعني خليني اقول لحضراتكم بعض التفاصيل على اليو باجي، مواليد 10 اكتوبر 97، مسيرته الكرويه بدات في نادي كازا سبورت السنغالي ومنه انتقل الى نادي يورجوردينيس السويدي ومنه الى رابيد فيينا النمساوي. شارك مع منتخب السنغال لاقل من 20 سنه في 5 مباريات بامم افريقيا اللي هي تحت 20 سنه في 2017 وسجل هدف وحيد. شارك كمان مع منتخب بلاده في كأس العالم الشباب لأقل من 20 سنة كذلك في 4 مباريات. هو مع فريق يوروجور دينس السويدي شارك في 54 مباراة سجل خلالهم 15 هدف وصنع 4 أهداف. وكمان مع فريق يوروجور دينس ده اللي هو الفريق السويدي اللي هو أول فريق انتقال ليه في أوروبا، شارك معهم في أكتر من 16 مباراة سجل خلالهم 16 هدف وصنع 3 أهداف. وأخيرا مع فريق رابيد فيينا شارك في 16 مباراة هذا الموسم بس بالتحديد وقدر أن هو يحرز 3 أهداف وصنع هدف وحيد. الناس تتكلم يعني عدد الأهداف قليل 16 ماتش بالمناسبة ده الموسم ده بس، يعني هو المجمل كله المجمل عمل لعب 32 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف ماشي، بس مش دايما يا جماعه عدد الاهداف هو اللي بيبقى مقياس اطلاقا لامكانيات المهاجم. يعني مثلا زي ما احنا عرفنا ان اللاعب انضم في شهر فبراير 2019 لفريق رابيد فيينا، فطبعا الفريق ده كان خلاص عمل القوام الاساسي بتاعهم، يعني ممكن ما كانش اللاعب الاساسي او ما بينزلش غير بديل يعني في الشوط الثاني في بعض الفترات، وبعض الفترات طبعا لعب كاساسي. فبالتالي طبيعي جدا ان انت تلاقي عدد المباريات اكتر وفي فارق عن عدد الاهداف يعني، لكن دايما مش ده المقياس. لكن خلينا نتفرج كده على اللقطات دي، لقطات جيدة جدا في الحقيقة بالنسبة للاعب. السرعة مهمة جدا هي واضحة كده في بعض الكرات، تصرفاته ومع الكرة طبعا مع المدافعين واحد لواحد بيقدر يعدي بعض الأمور الهامة جدا اللي بيقدر يأديها. واضح يعني ان مستر فايلر كان حاطط مواصفات معينة. يا ولد حلوة دي برضه، واضح ان كان حاطط مواصفات معينه لقى المواصفات دي في اللاعب اليو باجي. الاهم باذن الله ان هو يندمج سريعا مع فريق النادي الاهلي، لان احنا بصراحه عندنا التحدي الافريقي ده ابرز تحدي واهم تحدي بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون عامل اساسي في الفوز بهذه البطوله. الراجل كويس بصراحه، انا اول مره اشوف اللقطات دي كمان، يعني شفت لقطات بس مش كل اللقطات دي في الحقيقه. واضح ان هو لعيب كويس جدا، ارتقائه للكوره ممتاز، ضربات الرأس جيدة، بيتصرف الكرة تحت رجله بشكل ممتاز،
واضح جدا كمان ان هو بيجيد كمان على الاطراف، ودي من المواصفات اللي كان بيطلبها مستر ريني فايلر. مستر ريني فايلر حتى كان باين في تصريحاته ان هو بيحتاج دايما اللاعبين الجواكر اللي يقدروا يلعبوا في كذا مكان عشان يبقى في مرونه تكتيكيه خاصه بالمدير الفني، يعني يقدر يتصرف خلال الماتشات بالشكل الامثل. طبعا كل ما بيبقى عندك عدد من اللاعبين يقدروا يجيدوا في كذا مكان فده هيكون اضافه للفريق. الراجل واضح ان هو بيلعب على الطرفين بشكل كويس، واضح ان هو كمان مهاجم قناص بشكل رائع. تبقى هذه اللقطات لقطات مميزه ومهمه، لكن الاهم اللقطات اللي احنا هنشوفها خلال الفتره الجايه بالنسبه للاعب مع النادي الاهلي، واثقين فيه واثقين في اختيارات لجنه التخطيط للكره ومستر ريني فايلر، وان شاء الله باذن الله يكون اضافه. كده النادي الاهلي خلاص خلص بقى ايه موضوع الاستبدال، بغض النظر مين اللي هيخرج، لان الكلام كتير جدا، يقول لك شويه حد يقول لك ازارو، شويه حد يقول لك جيرالدو. حتى هذه اللحظه في تشاور لسه، استقرار نهائي بشكل رسمي لسه ما حصلش. ممكن يكون في واحد منهم اقرب ان هو يمشي، ممكن النسب تكون عند واحد من الاثنين اللي في كلام عليهم ان هو يمشي تكون اعلى، لكن لغايه دلوقتي قرار رسمي من النادي الاهلي ان اليو ديانج هيكون على حساب مين لسه بشكل رسمي ما حصلش، عشان برضو الامور تبقى واضحه. لكن في كل الاحوال انا قلت اليو ديانج ولا اليو بادجي؟ ماشي، ما احنا هتلخبط بقى اتنين اليو، فمش مشكله، المهم الاثنين ان شاء الله باذن الله يسعدوا جمهور النادي الاهلي. كده الاهلي خلاص خلص موضوع الصفقتين بتوع يناير، جبنا كهربا مدى تاثيره طبعا لعيب مميز جدا شفنا في مباراه طنطا امبارح، وجبنا اليو باجي المهاجم السنغالي المميز، وان شاء الله باذن الله باذن الله يساهموا في مختلف البطولات على المدى كمان البعيد، يعني دلوقتي وبعد كده، ولعيب عنده 22 سنه ده امر مميز جدا كمان. يعني ده فيما يتعلق باليو باجي، واعتقد كده ملف الصفقات اتقفل خلاص، مش هنتكلم فيه تاني، وان شاء الله مش هنلاقي صحف او مواقع بتتكلم عن موضوع الصفقات تاني، عشان احنا تعبنا بصراحه من التعليق على الامور دي، فنتكلم عن امور تانيه خالص. لكن الاهم بقى امبارح الفريق لعب مباراه مميزه جدا امام طنطا، في بعض الفترات يعني ما كانش الاداء المطلوب من النادي الاهلي خالص، وكان طبيعي جدا عشان نبقى بنتكلم مع بعض بصراحه. الفريق جاي من رحله طويله جدا من زيمبابوي، اتمرن مران واحد قبل المباراه، لكن المجمل في النهايه ان انت اتفرجت على النادي الاهلي بالتحديد اخر ربع ساعه كان ممتاز، وقدر ان هو خلال 10 11 دقيقه يجيب اربع اهداف بخلاف الهدف الاولاني لحسين شحات في الشوط الاول. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان الاهلي كسب 5-0 ووصل نقطه 33 من خلال 33 هدف في بطوله الدوري، ده رقم رهيب جدا، يعني الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن بس هم اللي ممكن يوصلوا لعدد الاهداف ده بصراحه، يعني في اول 11 ماتش بالنسبه للفريق الكلام ده ما بيحصلش غير في البلاي ستيشن، يعني عشان نبقى بنتكلم بمنطقيه. الاهلي جايب 33 جون، دخل كمان فيه هدفين في 11 ماتش، فده حاجه في الحقيقه غايه في الروعه والتميز بالنسبه للاعبين والجهاز الفني بكل تاكيد. دي لقطات من مباراه امبارح، حسين الشحات طبعا عنده احسن من كده بكتير، لكن لعيب طبعا مؤثر، عودته مهمه جدا جدا، مكاسب كتيره بالنسبه للنادي الاهلي من هذه المباراه، اهم هذه المكاسب، اهم هذه المكاسب طبعا كهربا، وبدايته للتهديف مع النادي الاهلي، هدفين امبارح وصناعه كمان لهدف مروان محسن، وده امر غايه في الروعه، لان كهربا في الحقيقه واضح جدا واضح جدا ان الراجل اضافه للنادي الاهلي، ومحدش يختلف بصراحه على امكانيات وقدرات كهربا دايما. لعيب كان حريص جدا النادي الاهلي التعاقد معاه، وكان حريص جدا المدير الفني كمان في التعاقد معاه، واحنا شايفين ان الراجل بينسجم سريعا مع الفريق. دي ثالث مباراه ليه في البطولتين، يعني بطوله الدوري لعب ماتشين، ماتش اف سي مصر بعد الدقايق، وماتش بلاتينيوم كان مؤثر في الشوط الثاني، والماتش الثالث اللي هو ماتش طنطا وجاب هدفين وصنع هدف، بالتالي مكسب كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. من ضمنه مكاسب امبارح كمان استمرار مروان محسن في التهديف، الجون ده حلو قوي بصراحه، جمله مميزه وتحرك اكثر من رائع، وجون لاحمد الشيخ واللي ايضا بصراحه بصراحه عمل مباراه حلوه امبارح. ودايما يعني احنا عندنا هنا في مصر للاسف للاسف الشديد بناخد انطباعات وبنثبتها، ما بنحطش مثلا اعتبارات ان ممكن اللعيب ده يتطور، فلان الفلاني ده ممكن يتطور يبقى احسن من كده، كلام من ده، لا تفضل انطباعات الراجل ده وحش هو هيفضل وحش، يا عم هيتغير، لا مش هيتغير، يا عم هيتطور، لا مش هيتطور. احمد الشيخ واحده واحده هو الراجل خد فرصه مع مستر ريني فايلر، وواضح ان امبارح كان عامل اداء كويس، وواضح ان هو كمان بصراحه عنده احسن من كده كمان بكتير، الثقه لما بتيجي الضغط لما بيقل على اللاعب هيبقى احسن من كده بكتير. كنت بتكلم عن مروان محسن ومكاسب، من ضمن مكاسب المباراه طبعا مروان بعد احرازه هدف امبارح، والمباراه الثالثه على التوالي مروان محسن بيحرز اهداف في ثلاث مباريات اربع اهداف،
سواء محليا او افريقيا. جندي طبعا ممتاز، كهرباء صناعه مميزه جدا لمروان محسن، ومكسب مهم قوي مروان خلال المرحله اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي، وانا بعتبره في الحقيقه من ضمن الصفقات الجديده للنادي الاهلي في الشتاء ده، لان لعيب كان عليه ضغوط كتير وكان في قله ثقه عنده بصراحه، لكن الوضع خلاص مع اول جون جه، واحنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده وقلنا يا جماعه مروان كويس، مروان لعيب ممتاز، بس موضوع الثقه وكلام من ده، مع الجون او الجون جابه في اف سي مصر الدنيا فتحت ما شاء الله معاه، وان شاء الله تفتح اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. المجمل ان النادي الاهلي جيد، المجمل ان النادي الاهلي محليا تاني ما حدش قادر عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بخلاف طبعا المباراه اللي جايه دي، مباراه صعبه جدا مع المقاولين العرب، لكن دايما عشان نبقى برده بنتكلم بصراحه مع حضراتكم، الاهم التحدي الافريقي باذن الله. النادي الاهلي ينجح في التحدي المحلي وينجح في التحدي الافريقي، الاثنين لا يقلوا اهميه عن بعض، لكن هي بتقول بس دوري ابطال افريقيا وحشنا شويه، 6-7 سنين الموضوع هيبقى صعب علينا شويه. ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه بتقول دوري ابطال افريقيا، لان الكلام كان كتير جدا بعد ايه، بعد مباراه بلاتينيوم، والناس كانت بتتكلم على ان لا مش هو ده الفريق اللي يجيب بطوله دوري ابطال افريقيا، العناصر اللي موجوده دي مش هي دي اللي تجيب بطوله دوري ابطال افريقيا. فجاه بعد ما الاهلي كان ماشي كويس جدا، وكانت طموحات عاليه بالنسبه للناس والجماهير ان الاهلي هيجيب بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي عشان تعادلنا مع بلاتينيوم، بنهد كل حاجه، وده كلام غير منطقي. يعني لك ان تتخيل الاهلي امبارح بيلعب المباراه وهو عنده عدد كبير جدا من الاصابات، يعني اللي انت شفتهم في الملعب دول بيتالقوا، لاعبين مميزين جدا، لكن انت عندك مين غايب؟ انت عندك امبارح كان غايب وليد سليمان، لعيب مهم واساسي في صفوف النادي الاهلي، اليو ديانج لعيب ايضا لا يقل اهميه عن اي لاعب موجود في النادي الاهلي، وشفنا مستواه خلال الفتره اللي فاتت. عندك كمان شريف اكرامي كان غايب، ماشي بلاش شريف لان كده كده الشناوي ما شاء الله هو الاساسي فموجود ماشي كويس. حمدي فتحي، تخيل ان حمدي فتحي غايب عن النادي الاهلي، رمضان صبحي غايب عن النادي الاهلي، سعد سمير، محمد محمود وكريم نيدفيد، متخيلين حجم الاسماء اللي احنا بنتكلم فيها بخلاف اللي موجودين امبارح اللي لعبوا في ماتش طنطا. فالاهلي بصراحه والناس في النادي الاهلي اشتغلوا على تكوين قائمه كامله متكامله من اللاعبين المميزين. ظروف الاصابات دي وارد ان هي بتحصل، لكن في نفس الوقت البديل، او مش عايز اقول البديل، اللي بيلعب بيأدي وبيبقى ممتاز في الملعب وبيحقق الاهداف المطلوبه منه، وده الهدف الاساسي دايما بالنسبه للنادي الاهلي. فدي امور كانت مهمه حابين نتكلم فيها مع حضراتكم مع بدايه الحلقه، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق. المباراه اللي جايه مباراه المقاولين العرب، المنافس المباشر ليك دلوقتي مين؟ المقاولين، عندهم 29 نقطه، لاعبين ماتشين زياده عنك، انت لاعب 11 هم لاعبين 13، فرق 4 نقاط، لو انت كسبت بتبعد، زي كده لما كان فتره من فترات كان قدامنا الاتحاد السكندري هو المركز الثاني، كسبت بعدت الاتحاد السكندري شويه. هيبقى دايما في الاول وفي الاخر بيبقى المنافس التقليدي ليك نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك مش عايز اقول بعيد، بس مش هو المركز الثاني دلوقتي اللي مع النادي الاهلي، مش اللي هو بعد النادي الاهلي في الترتيب على طول، الاهلي متصدر ما شاء الله عليه. يكسب المقاولين يبقى انت خلاص قطعت شوط كبير في بطوله الدوري، مش اتحسمت طبعا، ما اتحسمتش اطلاقا يعني، لكن بتمشي كويس، بتشتغل كويس محليا، تتفرق بقى للجانب الافريقي. مباراه المقاولين غايه في الصعوبه، فريق محترم جدا، كابتن عماد النحاس مدير فني مميز، انتصاراتهم بتتكلم عنهم، ادائهم في الملعب على مدار ال 13 مباراه اللي فاتت بالنسبه لهم كانوا ممتازين، فبالتالي تعتبر من ضمن اصعب المباريات بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري. ان شاء الله الاهلي يتخطى مباراه المقاولين، وبعد كده بقى ايه نفضى كده ها ونتكلم عن مباراه النجم الساحلي. خلينا نتكلم عن بطوله الدوري والجدول بتاعها، الاهلي في المركز الاول 11 مباراه، 11 فوز و 33 نقطه، المقاولين في المركز الثاني 13 مباراه، 9 فوز 2 تعادل و 2 خساره، 29 نقطه، والزمالك في المركز الثالث دلوقتي 24 نقطه من 12 مباراه، والاتحاد السكندري في المركز الرابع زي ما حضراتكم شايفين لعب 12 مباراة، فاز 6 وتعادل 3 وخسر 3، وبالتالي عنده 21 نقطة. بيراميدز في المركز الخامس، يعني بالمناسبة كلهم أسماء كبيرة وأسماء طبعا محترمة، تبقى المنافسة موجودة، لكن الواضح حتى الآن أن النادي الأهلي ماشي بالخطى الثابتة والمميزة جدا نحو الفوز والحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم بإذن الله تعالى. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. بالمناسبة النهاردة في ماتشين في بطولة الدوري استكمالا للأسبوع على 13 من هذه البطولة، المصري البورسعيدي مع أسوان، ده الساعة 5 ابتدى خلاص، قولوا لي النتيجة يا جماعة لو عارفينها، ومباراة هتكون الساعة 7:30 قوية جدا ما بين الاتحاد السكندري وبيراميدز، الاتحاد السكندري اللي هو صاحب المركز الرابع، بيراميدز صاحب المركز الخامس، بالتالي المباراة دي هتكون قوية ومميزة جدا بالنسبة لهذه المباراة. أسوان متقدم 1-0 على المصري البورسعيدي في الدقيقة 17،
ومباراه واضح ايضا ان هي قويه بخلاف المباراه اللي هتكون بالليل ما بين بيراميدز والاتحاد السكندري. طيب عندي بعض الاخبار المهمه جدا فيما يتعلق بمران الاهلي النهارده وبعض الامور الهامه، هروح لفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبارنا المهمه، استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. بمناسبه اليو باتجي، بالمناسبه هو هيوصل خلال ساعات باذن الله عشان يبقى في كشف طبي، بعد الكشف الطبي مباشره ينزل تدريبات النادي الاهلي وهيكون متاح ان شاء الله باذن الله تعالى لمباريات الاهلي القادمه. ما اعتقدش ان هو يلحق طبعا مباراه المقاولين العرب، لكن ممكن بدايه مباراه النجم الساحلي يكون متاح بالنسبه للجهاز الفني. نتمنى له كل التوفيق. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم في بعض الاخبار اللي بتخص الفريق بالتحديد عقب مباراه الامس. عقوبه قوية شوية بالنسبة لوليد أزارو أعلن عنها الجهاز الفني للنادي الأهلي، ده بسبب أن وليد أزارو اعترض امبارح على استبعاده من المباراة وبعض القرارات الخاصة بالجهاز الفني بيعترض عليها، فالنادي الأهلي ما يظهرش في هذه الأمور يعني في الحقيقة، فبالتالي خلاص كان في عقوبة لوليد أزارو. من ضمن كمان الاخبار كابتن سعد حفيظ بيتكلم عن مباراه المقاولين العرب ومدى اهميه هذه المباراه يوم الاحد باذن الله تعالى، وبيقول مباراه غايه في القوه وغايه في الصعوبه واحنا مركزين فيها بشكل كبير جدا ومن ضمن اهم المباريات بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الموسم واللي بتيجي كمان قبل مباراه النجم الساحلي، فبالتالي عشان كده ليها اهميه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا نقرب شويه من تصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ ونروح نشوف قال ايه بعد المباراه امبارح. يلا. طيب تصريحات مهمة طبعا من كابتن سعد عبد الحفيظ بعد مباراة الأمس وأكيد كمان بخصوص المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمرحلة اللي جاية بصراحة كلها صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، لكن أي فريق بينافس على كل البطولات لازم كل المباريات بالنسبة له بمنتهى الجدية ومنتهى الحماس الكبير، خصوصا المباراتين اللي جايين، واحدة حاسمة في الدوري والتانية حاسمة في أفريقيا، فبالتالي التركيز كل التركيز طبعا على المباراتين دول. ناخدها واحدة واحدة كده، الأول مباراة المقاولين وبعد كده بقى نركز إن شاء الله في النجم الساحلي. بالتالي مباراة المقاولين الجهاز الفني النهاردة ابتدى دراسة فريق المقاولين العرب من خلال مشاهدة بعض اللقطات الخاصة بهذا الفريق على مدار المباريات السابقة ليهم للوقوف على نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل مع هذا الفريق، خصوصا أن فريق المقاولين زي ما احنا عارفين طبعا ماشي بشكل ممتاز في بطولة الدوري هذا الموسم، وكان في اجتماع طبعا ما بين أعضاء الجهاز الفني للوقوف على كيفية الاستعداد لهذه المباراة. في المقابل طبعا كان في مران خفيف للي شاركوا في مباراة طنطا، مران استشفائي يعني اللي شارك في المباراة ككل امبارح ليهم تدريبات استشفائية عشان يتجنبوا الإجهاد بشكل أو بآخر وعشان يكونوا لائقين للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من بعد بكرة بإذن الله تعالى. من الأخبار السارة جدا عودة وليد سليمان، بيشارك في المران الجماعي النهاردة بشكل كامل والأمور بالنسبة له مميزة، واحنا عارفين إن وليد كان عنده إجهاد في عضلة السمانة اللي خليته طبعا ما يقدرش يشارك في مباراة بلاتينيوم وبالتالي كمان غاب عن مباراة طنطا بالأمس، لكن هو خلاص كده بقى متاح للجهاز الفني بداية من مباراة المقاولين بإذن الله تعالى. إكرامي بيواصل التدريبات الجماعية مع الحراس بعد إصابته الأخيرة ب عضلة السمانة، برضه شد في هذه العضلة لكن هو خلاص بقى لائق أيضا للمشاركة في التدريبات الجماعية وبيشارك يعني امبارح والنهارده أو أول امبارح والنهارده بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. الجهاز الفني كمان اطمن على جاهزية أليو ديانج، أليو ديانج جاهز للمباراة المقبلة بشكل جيد وخلاص شوفي تمام الإصابة اللي لحقت به في مباراة بلاتينيوم وكانت عبارة أيضا عن تقل في عضلة السمانة، مهمة قوي مهمة قوي إن الأهلي يستعيد أكبر كم ممكن من لاعبي المصابين عشان تداخل فعلا على مباريات غاية في الصعوبة والحسم كمان بكل تأكيد. أنا هقرب من الصورة بشكل أكبر، أروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي. يا فاروق الحمد لله على السلامة، أهلا بيك. تحياتي لك يا امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، قول لنا كواليس مران اليوم والجديد عندك بخصوص التدريبات، اتفضل. طب خلينا نبدا يا امير الاول نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله اللعيبه المصابين، يعني على ذكر اللاعبين اللي انت ذكرتهم. خلينا نطمن جماهير النادي الاهلي على حاله محمود متولي. محمود متولي يعني شارك مع اللعيبه النهارده في اللعيبه اللي كانت لعبت لقاء امس في عمليه الاستشفاء. خلاص الامر بسيط وان شاء الله هيشارك. الاصابه كانت عباره عن ايه بالظبط يا فاروق برضه عشان تبقى واضحه للناس لان في كلام كتير؟ بص يا امير، هو كان البدايه الاجهاد في عضله السمانه وكانت الكدمه البسيطه اللي خدها في الركبه.
وكان الامر بسيط جدا يعني، طمنا عليه والنهارده محمود يشارك في المستشفى مع مجموعه اللاعبين اللي لعبت. يعني الحمد لله الامور طبيعيه بالنسبه له. لا 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 طبيعيه باذن الله. وغدا هيكون مع الفريق ان شاء الله في المران الجماعي ان شاء الله باذن الله. ايضا يعني يامير النهارده شارك في المران الجماعي وليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي وعلي ديانج. برضه انضم جماهير النادي الاهلي على المجموعه شاركوا النهارده وادوا التقسيمه لنهايه التقسيمه، كانوا يعني مشاركين في المران وفي التقسيمه بصوره جيده جدا. نطمن جماهير النادي الاهلي. وزي ما انت قلت امير مهم جدا ان انا استعيد في الفتره دي لمجموعه اللعيبه المصابين، خاصه ان انا داخل على مجموعه من المباريات في غايه الاهميه، المقاولون العرب ثم النجم ثم انبي ثم الهلال، مجموعه من المباريات المهمه جدا للنادي الاهلي. ايضا برضه نطمن على رمضان صبحي امير ان رمضان برضه استكمل البرنامج التاهيلي الخاص برمضان وعمل جلسه في الجيم ثم خرج يعني خد الجري حول الملعب برضه ضمن استكمال البرنامج التاهيلي الموضوع لرمضان صبحي اللي نقدر نقول خلاص يعني بنسبه كبيره بيتماثل للشفاء ويكون موجود ان شاء الله مع الفريق في التدريبات الجماعيه. يلحق ماتش النجم الساحلي ولا صعب يا فاروق؟ يعني لا هتبقى صعبه شويه يا امير، هتبقى صعبه جدا يعني، لكن في فرص يعني، في فرص ممكن تكون ضعيفه لكن الفرص قائمه يعني. يعني ان شاء الله يعني احنا نتمنى طبعا ان رمضان واحد من الاوراق اللي مهم جدا في مباراه بحجم وقيمه مباراه النجم الساحلي، وجود رمضان طبعا يفرق في مع النادي الاهلي، فامر مهم نتمنى ان شاء الله يعني. انا عايز اقول لك برضو ان الدكتور خالد والجهاز الطبي بيبذل مجهود وجلسات مكثفه يعني، رمضان برنامج التاهيلي وجلسات الجيم ده كل الامور دي كلها والجلسات اللي بيعملها العلاج الطبيعي الهدف منها ان انا يعني يبقى في سرعه في اعادته للملعب مره اخرى، بيبقى في تكثيف شويه للبرنامج التاهيلي يا امير. كويس. نطمر ايضا زي ما قلنا على وليد سليمان وحسام عاشور واليو ديانج اللي كان برضه اشتكى من اجهاد في السمانه، شارك في المران وفي التقسيمه وكان بصوره اكثر من رائعه. اليو ديانج ان شاء الله يكون واحد من العناصر الموجوده في مباراه المقاولون العرب بمشيئه الله. بالنسبه بقى للمران امير سريعا، انت عارف النادي الاهلي انت بتطوي صفحات سريعا طبعا، فريق بعد الفوز على فريق طنطا بنتيجه 5-0 في ظل يعني الاداء الجيد من لاعب النادي الاهلي اداء ونتيجه. الجهاز الفني النهارده كان حريص مع اللاعبين على ان خلاص سريعا حتى اللاعبين يا امير يعني خلاص تلاقي العقليه بتاعت لعيبه النادي خلاص عارف ان انا بطلع من المباراه بعد انتهاء المباراه الحكم صفر بنفرح في غرف حل الملابس سريعا بنقفل الصفحه وبنبدا نركز في المرحله المقبله مباراه المقاولين العرب ومباراه النجم. يعني حتى المستر ريمي فايلر في كلامه مع اللاعبين والكابتن سيد خلاص احنا عندنا مباراه المقاولون العرب هي مرحله مهمه خاصه في ظل الاداء الجيد والموسم الرائع لفريق المقاولون العرب مع المدير الفني الكوف الكابتن عماد النحاس. ف مستر ريني فايلر يعني حافز اللاعبين وشكر اللعيبه على ادائهم الجيد، وكمان اتكلم في نقطه مهمه جدا المعدل التهديفي اللي في اخر ربع ساعه اللي يعني دي برضه نقطه كان حريص عليها الكابتن سيد حفيظ ريني فايلر في الكلام مع اللاعبين، المعدل التهديفي اللي كان في اخر ربع ساعه وان هو ينافس ان انا كفريق بحجم قيمه النادي الاهلي كويس قوي ان انا انهي بالشكل ده وكويس جدا ان شخصيه النادي الاهلي تظهر في البدايه وتظهر في النهايه. كويس. لو انت عارف امير شخصيه فريق البطوله بيبقى عندي تعدد شويه في المحاور الهجوميه فده المهم جدا اللي اشاد بيه مستر ريني فايلر واشاد مفاتيح اللعب الكتير اللي كانت عند الاهلي في المباراه فدي مهمه جدا. بيتابع مستر ريني فايلر طبعا مباراه فريق المقاولون العرب المباراه الاخيره لفريق المقاولون العرب من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف في فريق المقاولون العرب من اجل يعني ان شاء الله تكون مباراه مهمه للنادي الاهلي وان شاء الله يكمل سلسله الانتصارات. يعني نقاط برضه مهمه للامير ان مستر ريني فايلر مش مركز شويه مع يعني موضوع الارقام القياسيه. حلو ده مهم. ان انا اكسب الفوز ال 12 او لا هو مستر ريني فايلر انا عندي كل مباراه بثلاث نقاط. عايز ثلاث نقاط وتركيزي كله على الثلاث نقاط نكمل مشوار الفريق. فدي من الامور المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر بيبقى حريص عليها أكيد. مع اللاعبين. اكيد. غالبيه اللاعبين يا امير بقى فضل. الحاله الفنيه يعني ان شاء الله حاله فنيه جيده جدا لعيبه النادي الاهلي. تركيز لاعبي النادي الاهلي على مباراه المقاولون العرب اللي تقدر تقول هتكون بروفه ان شاء الله لمباراه النجم الساحلي المباراه المهمه ايضا في دوري ابطال افريقيا. يعني دي كانت مجمل الامور اللي كانت موجوده في المران النهارده يا امير. حاله اللعيبه المصابين، حاله فقره الاستشفاء للعيبه اللي شاركت في لقاء الامس، التجهيز لمباراه المقاولون العرب والنظر ليها ان واحده من اهم المحطات
خاصه ان فريق مقاولون العربي يعتبر الفريق اللي بينافسك على طبعا الفريق. طبعا هو اللي بينافسك المرحله الحاليه طبعا بالظبط يعني تعتبر مباراه قمه بالظبط اكيد. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بمران الفريق اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب باذن الله يوم الاحد القادم. خلينا نروح نشوف الكتب على الاهلي ايه النهارده في الصحف. يلا بينا مجلة الأهلي احترس الأهلي ضغط عالي كهربا يتوهج بهدفين من خماسية أبناء السيد البدوي. الأهرام الأهلي واصل صدارته للدوري بخماسية نظيفة في طنطا كهربا يتألق ويسجل أول هدفين له بالقميص الأحمر ويصنع آخر جميلا لمروان محسن. الأخبار ليلة توهج الأهلي هزم طنطا بخماسية وكهربا ينور مرتين والعلامة الكاملة مستمرة. الأخبار المسائي حدودة كروية الأهلي يكتسح طنطا بخماسية وكهربا يسجل ثنائية. الجمهورية خماسية كهربا والشيخ والشحات ومروان في طنطا تقود المارد الأحمر للفوز 11 فولت الأهلي عالي في الدوري. المسا الأهلي طايح في الكل اكتسح طنطا بخماسية نظيفة ويواصل الانفراد بالقمة. الشروق رمضان صبحي خارج حسابات الأهلي أمام النجم الساحلي ديانج جاهز فحص طبي لسليمان وعبد الحفيظ ورحب بإقامة السوبر في الإمارات. اليوم السابع الأهلي يحسم صفقة السنغالي باجي مقابل 22 مليون جنيه. بايلر يطلب تقريرا عن حالة رمضان صبحي وموعد عودته للمباريات وتكليف قمصان بإعادة تقرير عن النجم الساحلي. وأخيرا روزا اليوسف مفاجأة الأهلي يفاوض أحمد الشناوي ابتعاد إكرامي وعدم الثقة في لطفي وراء رغبة ضم الحارس. ماشي خلينا نبتدي بمجلة الأهلي بتتكلم طبعا عن مباراة الأمس. وفي الحقيقة كل الصحف النهاردة بتتكلم عن المباراة. واضح أن الكهرباء بيقدر يخلق أنواع متعددة من العناوين يعني تقدر إيه كده إيه تجود في العنوان. كل الصحف النهاردة بتجود بسبب أهداف كهرباء. الاسم يعني مساعد على كده. احترس الأهلي ضغط عالي. فعلا الأهلي ماشي بشكل ممتاز في بطولة الدوري 11 انتصار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كهرباء يتوهج بهدفين في خماسية أبناء السيد البدوي جاب جنين امبارح وبداية تعتبر ولا أروع بالنسبة لكهربا. وإن شاء الله بإذن الله الأهم الاستمرارية. وواثقين جدا جدا النادي الأهلي هيستفيد بلعيب بحجم كهربا وخبرات كهربا كمان الأفريقية كمان لأن الراجل ساعد نادي الزمالك بشكل كبير جدا وأحد العناصر المؤثرة في فوز نادي الزمالك السنة اللي فاتت في بطولة الكونفدرالية. إن شاء الله كمان السنة دي يكون مؤثر مع زملائه اللي هم بصراحة عندنا لاعبين ممتازين جدا. إن شاء الله يكونوا مؤثرين سويا في حصد هذا اللقب الأفريقي الغائب. نروح لفين؟ تعالوا نروح للشروق كده. والشروق بتتكلم على رمضان صبحي وتقول ان رمضان خارج حسابات الاهلي امام النجم الساحلي. واحنا اتكلمنا في موضوع رمضان ده والفرص يعني موجوده بس مش بنسبه كبيره يعني بالنسبه لرمضان صبحي. لكن امبارح كان الكابتن سامي حفيظ بعد الماتش علق قال لك ايه؟ قال لك العضله التئمت بنسبه 100% العضله الخلفيه. هو كان عنده مزق خلفيه وخلاص التئمت بنسبه 100% وبيعمل برامج تاهيليه عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه. هنشوف موعد المشاركه في التدريبات الجماعيه بالنسبه لرمضان صبحي هو اللي هيحدد امكانيه الاستعانه بيه في مباراه النجم الساحلي. هنتابع خلال الفتره اللي جايه. ديانج جاهز وده خلاص اتاكدنا منه. فحص طبي لسليمان خلاص وليد سليمان جاهز. وسيد عبد الحفيظ يرحب باقامه السوبر في الامارات ده خلاص امر معروف. ومباراه السوبر هتكون يوم 20 باذن الله 20 فبراير وان شاء الله الاهلي يكون بطل السوبر باذن الله في هذه المباراه. تعالوا نروح لليوم السابع واللي بتتكلم على ان الاهلي يحسم صفقه السنغالي بادجي مقابل 22 مليون جنيه. المقابل المادي يعني هو كان في تصريحات لمدير التعاقدات في النادي الاهلي في بعض المواقع من شويه قال 2 مليون يورو تصريحات على لسانه هو يعني. لكن الامور الماديه دي ما بتهمناش قوي احنا يعني كناس بنحب النادي الاهلي او بتشجع النادي الاهلي بيبقى الاهم بالنسبه لنا الافاده الفنيه اللي هيضيفها باذن الله اللاعب. ان شاء الله يكون مفيد فنيا بشكل كبير جدا ويساهم ويساعد النادي الاهلي في كل التحديات. فايلر يطلب تقريرا عن حاله رمضان صبحي ومتابعه دايما للاصابات عشان تعرف مين اللي جاهز معاك خلال الفتره اللي جايه. وتكليف سامي قمصان باعداد تقرير عن النجم الساحلي خصوصا النجم كان عنده مباراه مع الترجي امبارح.
او اول، واكيد في متابعه لمستوى فريق النجم خلال الفتره اللي فاتت وكيفيه مواجهه هذا الفريق، لان مهم قوي باذن الله الاهلي يفوز في هذه المباراه، وبعد كده بقى نركز في مباراه الهلال. بالمناسبه مباراه النجم زي ما حضراتكم عرفتوا طبعا هي اتقدمت او اتاخرت 48 ساعه، بدا اليوم 24 بقت يوم 26، بالتالي كان المفروض يوم 27 هنلاعب انبي في الدوري. اكيد المباراه دي هتتاجل، فكده من الواضح ان انت هتلعب مع النجم يوم 26 وبعد كده تلعب مع الهلال على طول في الجوله الاخيره في السودان، حسب اليوم اللي هيتحدد، يا اما يوم اخر يوم في الشهر ده، يا اما اول يوم او ثاني يوم في الشهر الجديد، ده هيبان خلال الفتره اللي جايه. تعالوا نروح لروزل يوسف. بص بقى روزل يوسف بتقول لك ايه؟ بص هاتوا لي عنوان بعد اذنك. مفاجاه، الاهلي فاوض احمد الشناوي تمام؟ وابتعاد اكرامي وعدم الثقه في لطفي وراء رغبه ضم الحارس. بأنهي منطق يا جماعة؟ أهو العنوان أهو. مفاجأة، الأهلي يفاوض أحمد الشناوي. طب إزاي الأهلي هيفاوض أحمد الشناوي دلوقتي؟ يعني اديني عقلك، الأهلي خلاص كده خلص صفقاته بتاعة الشتاء طبقا للائحة الاستبدال، اللي خلاص الأهلي ملوش حق غير اتنين بس اللي استبدلهم، جاب كهربا وجاب أليو باجي تمام؟ فالخبر ده يعني أكيد ليه غرض، الغرض منه إن أنت تهز شوية الفريق، تهز شويه حراس النادي الاهلي. احنا ما شاء الله يا جماعه عندنا محمد الشناوي ممتاز، احسن حارس في مصر دلوقتي، عندنا شريف اكرامي لا يقل عنه اطلاقا، خبرات عظيمه، حارس قدير ومميز وساهم في بطولات كتير جدا من النادي الاهلي سواء افريقيا او محليا، فما فيش غبار يعني على شريف اكرامي. علي لطفي لما لعب السنه اللي فاتت لما كان المصاب شريف ومصاب الشناوي، واضح جدا امكانيات اللاعب يعني او امكانيات الحارس. فمنين الخبر ده هيجي يعني؟ ايه لازمته؟ كلام اصلا مش واقعي اطلاقا، مفيش اي تفاوض. ربما الاهلي في اول الموسم يفكر انه يجيب حارس مثلا، ربما، لكن دلوقتي حاليا مفيش كلام ده. يعني هتجيب حارس هتحطه فين ازاي اصلا؟ وهيضيف لك ايه؟ فكلام غريب بصراحه موضوع احمد الشناوي، التوقيت بتاعه غريب بالنسبه لي، ومش عارف الغرض منه ايه بصراحه. الاهلي عنده حراس ثلاثه ممتازين، بخلاف كمان اللي عندك مصطفى شوبير وعندك احمد طارق سليمان وبعض الحراس اللي بيطلعوا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فالمركز ده فيه الناس مطمنه بشكل كبير جدا يعني. ماشي، كل واحد حقه يجتهد طبعا، لكن في اخبار ساعات بتبقى منطقيه واخبار غير منطقيه، ده من ضمن الاخبار غير منطقيه اطلاقا يعني. تعالوا نروح نشوف اخبار الاهلي في مواقع، يلا بينا. في الجول، سعد سمير: قلبي كان مقبوضا ليلة الإصابة وسأحتاج صلاح في المرحلة الأخيرة. اليوم السابع، أزارو يتلقى عرضا إماراتيا بعد الرحيل عن الأهلي بسبب باجي. سوبر كورة، مؤمن زكريا يشكر جماهير الأهلي على دعمه في مرضه. تفاصيل جلسة فايلر مع أحمد فتحي. تعالوا نبتدي في الجول وتصريحات سعد سمير لاعب النادي الاهلي، واللي تعرض لاصابه مؤخرا في وتر اكيلس واجرى الجراحه في المانيا وعاد كمان للقاهره عشان يواصل برامجه العلاجيه والتاهيليه. وهو كان بيتكلم في تصريحاته مع في الجول ان هو ليله المباراه كان قلبه مقبوض شويه وكان حاسس ان في حاجه هتحصل، وحتى بيقول يعني في تصريحاته ان هو كان بيتكلم مع اليو ديانج قبل المباراه وبيقول له انا مش مطمن، حاسس ان في حاجه غلط، لكن دايما بيسيب اموره على الله يعني، والامور بتمشي، لكن يعني نصيبه وقدره ان هو يتعرض لاصابه كبيره زي دي. وبيتكلم على انه يعني ماشي بخطه ثابته في الامور العلاجيه وان شاء الله باذن الله يعود سريعا. وهو اللي عاجبني فيه كمان اصراره ان هو بيقول انا هرجع اقوى من الاول كمان، فده امر كان مهم. هو بصراحه فتره صعبه بالنسبه لسعد، لان هو يعني اول ما رجع من الاصابه الاولى تمام كانت عباره عن قطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي على ما اتذكر، فيدوب لعب ماتش والتاني جاله الاصابه الكبيره دي، فهيغيب فتره كمان كبيره، ان شاء الله يعود سريعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. نروح لليوم السابع، الكلام بقى دلوقتي هيبقى على ايه خلال الساعات اللي جايه دي لغايه لما الاهلي يعلن عن مين اللي هيمشي، ازارو ولا جيرالدو ولا كلام من ده. هو الناس بتتكلم ازارو وجيرالدو لان هو منطقي هيبقى واحد فيهم يعني، منطقيا هيبقى واحد فيهم، لكن
القرار في الاخر هيقرر المسؤولين في النادي الاهلي يعني عن مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي. لكن بيقول لك ايه، في عرض اماراتي جاي لازارا، لان هو خلاص اللي هيمشي ده حسب كلام اليوم السابع. التاكيد هنعرفه خلال ساعات، يعني هنشوف الاهلي هيقرر ايه في النهايه. وانا كنت بقول لحضرتك انه منطقي ان الاهلي او الناس تتكلم على جيرالدو وازارو، لان الكلام الفتره اللي فاتت كله كان على ان في لعيب هيبقى بديل، لان يعني طبيعي هتجيب لعيب اجنبي هتشيل واحد اجنبي، ما فيهاش يعني ما فيش حل تاني يعني. فهنشوف خلال الفتره الجايه الاهلي هيقرر مين. نروح لسوبر كوره، طبعا ازارو جاله عروض او كلام من ده، الاهلي هيدرس وهيشوف الصالح ايه يعني. سوبر كوره بتتكلم ان مؤمن زكريا بيشكر جماهير الاهلي على دعمه في مرضه، وهو كان كتب تويتر كده على تويتر وقال شكرا جمهور الاهلي على الدعم، وجمهور الاهلي دايما بيدعم ابنائه. يعني مؤمن زكريا احد ابناء النادي الاهلي المخلصين واللي كان مؤثر جدا في مسيرته مع النادي الاهلي. نتمنى له الشفاء باذن الله والعوده سريعا للملاعب، وكلنا في انتظاره. طبعا لعيب مميز جدا مؤمن زكريا. نروح لاخر خبر معانا، تفاصيل جلسه فايلر، ده من 1-3 تفاصيل جلسة فايلر مع أحمد فتحي. النهارده كان في جلسة ما بينهم في على هامش مران الفريق النهارده بعد استئنافه بعد مباراة الأمس، والجلسة كانت في الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الأمس وبعض الأمور بشكل عام بخصوص الجانب الفني تحديدا. يعني أمر عادي يعني، الناس ساعات بتركز قوي في الحاجات دي، لكن أحمد فتحي قيمة كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي، إن شاء الله يكون موفق دائما مع الفريق خلال الفترة اللي جاية. أخبار محلية وعالمية نشوفها. سوبر كورة، اتحاد الكرة يدرس تخصيص جائزة مالية لأفضل لاعب في السوبر المصري. صدى البلد رغم إقالته، فالفيردي يرفض توجيه طعنة لإدارة برشلونة. يلا كورة، ساري تفوق ميسي على رونالدو يزعجني، أود مساعدته ليصبح الأفضل. الجمهورية أونلاين، مانشستر يونايتد في أزمة قبل مواجهة ليفربول، إصابة راشفورد. سبورت 360، أوزيل يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله مع أرسنال. أس عربي، تشافي يوضح السبب رفضه تدريب برشلونة خلفا لفالفيردي. سوبر كوره بتتكلم على ان اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه بتدرس تخصيص جائزه ماليه لافضل لاعب في مباراه السوبر اللي هتكون يوم 20 من شهر فبراير باذن الله، وعايزين كمان يشوفوا جوائز اخرى، مثلا جائزه اللعب النظيف، جائزه افضل اخلاق، يعني جوائز. الامور دي بتبقى موجوده عادي طبيعي في كل المباريات والبطولات في العالم، ودايما نتمنى ان يكون في جائزه رسميه من الاتحاد المصري لكره القدم للمسابقات المحليه بشكل كامل. يعني مثلا احنا بنشوف انجلترا افضل لعيب في الموسم، وبتبقى حفله كبيره جدا وتكريم كبير جدا، وبيبقى بناء على التصويت من قبل كذا جهه، يعني سواء صحفيين او جماهير او مسؤولين، فده بيبقى امر مهم جدا وبيدي دوافع مختلفه للاعيبه الدوري المصري. هيبقى شكل مميز لو تم تطبيق هذه الامور يعني في الدوري المحلي او في البطولات المحليه بشكل عام. ده بالنسبه للخبر الاولاني. تعالوا نروح لصدى البلد وبعض الاخبار العالميه. رغم اقالته، فالفيردي يرفض توجيه طعنه لاداره برشلونه. فالفيردي اصلا كان عقده مستمر لغايه 2021، فبالتالي يحق له طبقا للعقد انه لو اتفسخ العقد من قبل برشلونه ان هو ياخد القيمه الماديه الخاصه بالسنه اللي جايه او السنتين اللي جايين في عقده. لكن هو فضل وبلغ وكيل اعماله قال له انهي الامور بشكل ودي باقصى قدر ممكن يعني. فده امر برضو جيد بالنسبه لفالفيردي، لكن هو السعاده كل السعاده في الحقيقه عند جمهور برشلونه برحيل هذا الرجل يعني. نروح ليلا كوره، وساري طبعا المدير الفني لليوفنتوس بيتكلم على تفوق ميسي على رونالدو، وان ده بيزعجه، وان هو بيحاول يساعد رونالدو عشان يصبح الافضل دائما. وهو قصده على ايه؟ على جوائز بالون دور. ميسي بعد ما خد الجائزه الاخيره بقى 6 مرات خدها في تاريخه، رونالدو 5 مرات بس، فبيقول ان انا هساعده ان هو يوصل للجائزه رقم 6 يعني. الاثنين اساطير طبعا كبار جدا، رونالدو وميسي. الجمهوريه اونلاين، والكلام على مانشستر يونايتد وان هو عنده ازمه قبل مواجهه ليفربول. مانشستر يونايتد هتلعب ليفربول على ملعب الانفيلد، ملعب ليفربول يوم ايه؟ يوم الاحد اللي جاي باذن الله. راشفورد اتصاب امبارح بعد ما نزل بعد 5 دقائق في مباراه ويلفرهامبتون في كاس الاتحاد الانجليزي، والاصابه واضح ان هي هتطول شويه، فبالتالي في الغالب راشفورد هيبقى بعيد عن مباراه ليفربول وهذه القمه الانجليزيه بكل تاكيد.
سبورت 360 كلام على اوزيل. طبعا مسعود اوزيل المدير او لاعب طبعا ارسنال النجم الالماني الكبير بيعلن قراره النهائي بشان مستقبله مع ارسنال، وهو بيقول انا مكمل مع ارسنال ومستمر حتى نهايه العقد، عقده يخلص 2021، وقال انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لكن انا حتى الان موجود مع ارسنال. احنا عارفين ان مسعود اوزيل مع يوناي امري قبل ما يمشي ما كانش بيلعب اصلا خالص، يعني كان راجل مش طايقه وبيستبعده في كل المباريات. لما جه ارتيتا بقى يلعب مسعود اوزيل بشكل مستمر يعني، لكن هو لعيب طبعا في كل الاحوال لعيب مميز جدا. نروح لاخر خبر عالمي معانا، واللي بيتكلم على ان تشافي يوضح سبب رفضه تدريب برشلونه خلفا لفالفيردي. احنا عارفين بعد ما خلاص برشلونه خسرت من اتلتيكو مدريد في قبل نهائي السوبر الاسباني، فكان خلاص القرار معروف ان فالفيردي هيمشي. الكلام في الاول كان مع مين؟ مع تشافي، نجم طبعا برشلونه السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري، وتواصلوا معاه طبقا لتصريحات تشافي طبعا، وان ابي دال طبعا المدير هناك او المسؤول عن الكوره يعني تواصل معاه واتكلم معاه ان هو يتولى تدريب برشلونه. لكن تشافي شايف من وجهه نظره ان هو لسه بدري على تدريب فريق برشلونه، وقال ان ده هيفضل حلم بالنسبه لي حاسس عليه عشان اوصل له بكل تاكيد. الثقافه دايما بتبقى مختلفه، احنا عندنا هنا في مصر لو اي فريق كبير كلم مدير فني لسه يعني بيبتدي حياته هيجري على طول، لكن هو الراجل عايز يبقى موجود في الوقت المناسب اللي يضيف له ويضيف لبرشلونه مش اللي يقلل منهم هما الاثنين، فده امر ايضا مميز. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ محمد القوسي، استنونا. الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة كل خميس زي ما حضراتكم متعودين. يا أستاذ قوسي أهلا بيك. أهلا بيك كابتن أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي، يا رب إن شاء الله نكون ضيفا خفيفا على كل الأعزاء. كالعادة طبعا. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. تمام. رأيك إيه في أليو بادجي؟ كده وش؟ على طول. على طول كده؟ سخنين على طول. داخل هجوم داخل هجوم بمهاجم خطير يعني. رايك ايه فيه؟ حقيقه طبعا يعني الصفقه انتظرناها طويلا ان الاهلي يتعاقد مع مهاجم راس حربه صريح علشان يضيف لنادي الاهلي. قلنا ان الاهلي ما بيضمش اي لعيبه دلوقتي، اي لاعب بيجي النادي الاهلي فجاي لهدف محدد يعني. شوف الصفقات لما الاهلي كان محتاج للدفاع بيجيب مين، لما الوسط بيجيب مين، لما مهاجم فكان مركز قوي على اني اخلص مهاجم. انت واخد بالك من نوعيه الانتقاء واستراتيجيه البحث يا استاذ قوسي على الصفقات يعني انت دلوقتي رايح لايه مثلا؟ لاوروبا بتحاول تجيب لعيب ممكن يكون افريقي بس بيلعب في اوروبا بمواصفات معينه، خبرات معينه، عقليه معينه. ده كلام جميل وكلام حقيقي، ولجنه التخطيط بالنادي الاهلي بتلعب دور كبير جدا في هذا الامر، بالاتفاق طبعا مع بالتشاور مع المدير الفني للفريق، مع المسؤول عن الكوره في النادي الاهلي، بيتكلموا عن اللعيبه ويشوفوا ويتفرجوا ويحطوا مقاييس ومواصفات معينه. بالزبط. زي عمليه اختيار فايلر بالنسبه للنادي الاهلي. بالظبط. شوف هم عملوا ايه، وكان في هجوم شديد جدا على النادي الاهلي والبتاع اختار، ولكن ثبت ان الاختيار صحيح وصائبه باذن الله سياتي ثماره في المستقبل بدرجه كبيره جدا. لجنه التخطيط بالنادي الاهلي القصه ديت ان وضعت عدد غير قليل من اللعيبه دي طبعا لقطات لاليو بادجي لاعب النادي الاهلي الجديد. اتفضل. بالظبط يعني عدد غير قليل من اللعيبه المميزه اللي الاهلي ممكن يتعاقد معاها واللي ممكن تضيف للنادي الاهلي وتفيد النادي الاهلي. احنا شايفين ان هو ابرز حاجه بيشتغل عليها هو ضربات الراس، لان هو طويل، هو عنده 22 سنه، طوله 192 سنتي 189. ده يا عم ده يعدي مترين ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني عملت في 2 سنتي يا استاذ قوسي. ماشي يعني تفرق يا استاذ، خلاص خليها 190 ماشي. لكن بص قدرات لا يعني مهاراته وتحركاته جوه منطقه الجزاء مميزه جدا، وقدرته على التخليص المباشر حلو. بص تسديد على المرمى بشكل قوي في بدقه بتوجيه بادجي، يعني حاجه ان شاء الله تكون اضافه قويه واضافه مميزه للنادي. دي بعض اللقطات طبعا اللي شايفينها من مهاراته ومن اهدافه، وان شاء الله كل الحاجات دي مع النادي الاهلي. لما نبص للنادي الاهلي ليه جايبه؟ الاهلي محتاج لاعب في الحته دي تحديدا عشان يقدر يخلص. يخلص ايه؟ يخلص العدد الكبير جدا من الكرات اللي بيوصل المنطقه دي، والاهلي ما بيستفدش منه الا قليله يعني. الاهلي لما بيجيب اربعه وخمسه
دي نسبه من 15 مره ممكن تكون وصلت فيها واخد بالك يعني تلاقي مثلا الاهلي كسبان 5-0 ماتش ده انت ومضيع مجموعه استغلال الفرص يعني استغلال الفرص هو بيجيد هذه العمليه جدا لا سيما قلنا هتجيله من علي معلول وهد جيله من هاني او فتحي رمضان ان شاء الله يرجع بسلامة من احمد فتحي من هاني من كهربا من قفشه احنا عندنا تلت امامي بصراحه لا يعني في 7-5-6 كده بيخدموا دايما هيرموا الكور جوه المنطقه دي عايز حد يخرج بشكل كبير جدا اكيد ده هيشعل منطقه الهجوم بين المهاجمين اللي هيبقوا موجودين مع الاهلي واللي هيستمروا مع الاهلي اللي زي مروان محسن زي ازارو زي اجاييه يعني كل دول اكيد وجود حد بيشعل المنافسه يعني بشكل كبير جدا ودي دايما الاهلي بيعملها بشكل كبير بين اللعيبه لما يكون عنده لعيبه عايز يحرك الدوافع جواهم فبيجيب حد جديد يكون اضافه وكمان يرفع الموجودين في المريخ فزي ما قلت لك ان كان في مطروح عدد غير قليل من اللعيبه باللجنه التخطيط مع الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم وتم الاتفاق وترتيب مجموعه من العناصر كان رقم واحد المدير الفني بيفضل اللي هو أليكي رقم واحد لكن طبعا ارتفاعه مبالغ فيه في الثمن هو كمان المدير الفني الجديد هناك في لوزر نتمسك بيه بشكل كبير يعني طب الاختيار اللي بعديه على طول كان أليو باجي مباشره وهذا الاسم لم يطرح الا تقريبا يوم الثلاثاء يمكن يعني معظم المواقع والصحافه الالكترونيه في مصر والصحافه الورقيه لم تطرح اسم أليو لكن هو كان مطروح من الاول على طاوله المسؤولين لا موجود بالزبط. بس مش لكن ما كانش متداول اعلاميا يعني لكن هو يعني موجود والاهلي على اتصال بيه يعني في اسماء كتير طرحت واسماء كتير القيت على وسائل الاعلام وفي الميديا بشكل كبير جدا لكن لم يكن لها وجود كانت اجتهادات واجتهادات مشكوره من الناس كلها يعني عادي كل واحد بيحاول يجتهد حسب المعلومات وحسب اللي عنده فكان الاختيار مباشره عليه وهو لاعب المؤكد ان بتشوفوا ان جاي من رابيد فيينا يعني بيلعب في النمسا يعني اكيد المنافس المباشر لريد بول سالزبورج النمساوي اللي بيلعب في الشامبيونز ليج اللي كان بيلعب في الشامبيونز ليج يعني منافسه قويه يعني طبعا واقصد ايضا ان ريني فايلر يعرف هذا اللاعب جيدا مؤكد يعني لانه موجود في النمسا اللي هي بلده اساسا يعني لا سويسري سويسري راح تغير جنسيه فايلر فبالتالي لا 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 لازم جدا فهو عنده خبره كبيره جدا لان اللعيبه في اوروبا بيبقوا متابعين بشكل كبير جدا في في الامور يعني فالاختيار كان بدقه وكان انت قصدك ان الدوري السويسري والنمساوي بيفرغوا دايما الدوري الالماني فمتابعه دايما هناك بتبقى موجوده بالظبط هذا المقصود غير كده ان اوروبا كلها تقريبا يعني تكاد تكون بلد واحده يعني وكل اللعيبه بيكونوا تحت المنظار واحد يعني مثلا زي ما شفنا انتقال مثلا محمد النني للدوري التركي فمتابع مش شايفينه في لما راح يلعب في تركيا لما كان موجود في النمسا وخدوه يلعب في ارسنال لما صح كان بيلعب في روما وراح لعب يعني المتابعات كبيره جدا ومتابعات كثيره جدا لكل الناس فشايفينها فهو شايفه وعنده اكيد ليه عيونه الناس اللي شايفين الامور هناك يعني فان شاء الله تكون صفقه موفقه يعني كان في توافق يعني. على اختيار باجي انضمام يعني. لصفوف النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق بالمناسبه يعني تواجد أليو باجي مع النادي الاهلي ده ما يقللش اطلاقا من المهاجمين الموجودين المنافسه ما بينهم هتبقى قويه المهم في الاخر صالح الفرقه اللي افضل هو اللي هيلعب طبقا لرؤيه مستر ريني فايلر وان شاء الله نتمنى لهم دايما كل التوفيق في كل البطولات يا استاذ اوسي مباراه امبارح رايك فيها ايه مع طنطا رايي فيها 33 نقطه 33 جون يعني حاجه عظيمه جدا يعني بالنسبه للنادي الاهلي و11 من 11 الارقام دي طبيعيه لا طبعا مش طبيعي يعني عمرنا ما شفنا كده الحقيقه يعني انا عمري ما شفت انطلاقه للاهلي بهذا الشكل وهذا الكم من الاهداف انت بتتكلم 11 مباراه في 33 جون يعني معدل تهديفك بالظبط 3 اجوان ودي نسبه عظيمه بالنسبه للتهديف لم يصل اليها الا النادي الاهلي وفوق ذلك شباكك لم تستقبل سوى هدفين يعني انت بتلعب بتهاجم بشكل كويس جدا وبتدافع بشكل كويس جدا بالرغم من الاخطاء اللي احنا بنشوفها موجوده واللي كلنا نتمنى ان شاء الله انها تختفي بالنسبه لله واكيد فايلر عامل تركيز عليها بشكل كبير جدا ان يعالجها لكن النادي الاهلي السنه دي عامل حاله هجوميه غير عاديه ده نتيجه الطريقه الهجوميه اللي بيلعب بيها فايلر بشكل كبير جدا والضغط العالي اللي بينفذه بعدد كبير جدا من اللاعبين ده بينتج عنه فرص كتيره جدا فلما مثلا يوصلك من 10 ل 15 مره قدام الجون وارد جدا انك انت تجيب جون واثنين وثلاثه واربعه فاغلب مباريات متوسط المباريات الاهلي يعني نقدر نقول متوسط فوز الاهلي في كل المباريات 3-0 مثلا يعني بمعدل 3 اهداف يعني لكن انك انت كفريق تبقى بتلعب ومتقدم بجون ومن ركله جزاء جاءت بعد متابعه اللي جابها حسين الشحات
وبعد ذلك يظل طنطا صامدا حتى الدقيقه 79 وفجاه يعني في اخر 10 دقائق اربع اهداف تستقبل شباك طنطا اربع اهداف او الاهلي يسجل اربع اهداف. ده ليه عده دلائل ان الفرقه بتجيب اربع اهداف في اخر 10 دقائق في اصرار في حماس في رغبه في جانب تركيز بدني جدا كويس كمان. في جانب ده الاهم اللي جاي لك فيه واللي خليت اخر عنصر اللياقه البدنيه للاعبين انك انت يعني بتنهي المباراه بشكل افضل كثيرا مما بدات به وده يدل ان الفرقه بتشتغل كويس وقافله على رجلها كويس وبدنيا كويس. طب اللي هنشوف الدوري ده اكيد هتسالني السؤال ده بتشوف الدوري ده انك انت ليه ما بيظهرش في افريقيا يعني؟ ما هو ده سؤال لاحق انا هسالك عليه يعني. بس انا عايز اخلص بس الاول الكلام عن مباراه امبارح ومكاسب من خلال مباراه طنطا يعني طبعاً. مثلا كهربا رايك ايه في بدايه تهديفه مع الاهلي؟ لا ما شاء الله طبعا يعني لما تبدا مع اي فريق وتسجل جون واحد فدي بتكون عمليه في دافع كبير ليك بتديك ثقه كبيره جدا في نفسك بتكون عمليه مؤشر كويس وبدايه كويسه انك انت ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه. اما انك انت تسجل جونين وتصنع كمان جول في الوقت اللي انت لعبت فيه بالظبط فطبعا دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا وحاجه مميزه جدا وحاجه هتخلي كهربا اكثر ثقه وهتزيد من عدد الهدافين في النادي الاهلي في المرحله اضافه المقبلة. كهربا اضافه طبعا كهربا انت شفنا تحركات شفنا لعب شفنا اصراره في الهدف اللي صنعه كمان غير الهدفين اللي جابهم يعني فطبعا حاجه عظيمه جدا انا بعتبره يعني واحد من ابرز المكاسب الكبيره جدا بالنسبه للمباراه. الميزه فيها استاذ اوسي برده ان هو حتى وهو لعيب جناح هو هداف طبعا ودي او ده شيء مطلوب جدا بالنسبه لفرق كبيره زي الاهلي هداف الدوري الانجليزي ليس مهاجما صريحا يعني في اجنحه ما بيبقوش هدافين كريستيانو رونالدو بالزبط. حتى ميسي نفسه مش مهاجم صريح يعني فدي مش شرط يعني هو كل في لعيبه عندها قدرات عاليه عندما تتاح لها الفرصه تتمكن من التسجيل حلو يعني الوينج او الجناح دايما بيبقى المهمه الاساسيه بتاعته ان هو مثلا ايه يصنع اهداف لكن ميزه عند كهربا انه بيصنعه وبيهدف وكمان دي ميزه موجوده عند مين الناس بس مش واخده بالها شويه عند احمد الشيخ. احمد الشيخ لعب ماتشات قليله في الدوري مع النادي الاهلي بس الناس بجايب عدد اهداف مميز. ده الهدف اللي اتسجل في ماتش طنطا لاحمد الشيخ بهدف جمله تحفه جمله تحفه طبعا بعيدا عن بعيد عن الاسيست اللي عمله علي معلول الرائع شوف التسديد شوف الدقه شوف التوجيه شوف الهدف فطبعا حاجه يعني عظيمه جدا وحاجه مميزه جدا لاحمد الشيخ يعني بترجعه كتير جدا وحاجه مميزه ليه فدي المكاسب الكبيره جدا برضه انك بترجع وتدي له ثقه عندك هدف منك لعيبه موجوده يعني فطبعا دي حاجات عظيمه. المدير الفني سابه في الملعب يا استاذ اوسي يعني المدير الفني سابه اكتر من ماتش ورا بعض بيلعب موجود يعني حتى لو في بعض الانتقادات ممكن تبقى من الناس واضح ان الراجل مركز مروان ينزل ويسجل هدف من الاهداف الجميل يعني بص من الاهداف الحلوه جدا يعني ان عنده ثقه وده نتيجه ان هو سجل هدفين في الماتش اللي فات فاخد ثقه اكتر فنازل عنده اصرار انه يسجل فالمهاجم لما بيسجل في ماتش يبقى عنده نهم كل ماتش ان هو يسجل طبعا لان خلاص هي دي شغلته ان هو يسجل اهداف يعني مروان تعثر كثيرا والكره وقفت معاه كثيرا لكن اعتقد ان المرحله المقبله ستشهد شكلا مختلفا تماما لمروان محسن لا سيما بعد حضور اليو باجي لان ده هيشعل المنافسه اكتر بينهم يعني بالزبط. لان الافضل اللي هيلعب دايما يعني فاكيد مروان هيكون ليه دور كبير جدا في المرحله اللي جايه وباجي اكيد هيكون ليه دور في المرحله الجايه والمصلحه كلها تصب في مصلحه بالزبط. النادي الاهلي مكاسب كبيره وعديده في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال اخر ربع ساعه كمان بالتحديد في مباراه امبارح امام طنطا. ان شاء الله المكاسب دي تستمر على مدار الفتره اللي جايه والفتره اللي جايه هتشهد ايه بقى استاذ اوسي؟ هتشهد مباراه المقاولين. تحب نتكلم عن مباراه المقاولين الاول ونرجع نرجع لورا شويه ماتش بلاتينيوم عشان احنا ما اتكلمناش عن ماتش بلاتينيوم. خلينا بس نخش على مباراه المقاولين ونتكلم على ان برضو ان الاهلي 33 نقطه من 11 مباراه ومتصدر واللي بعده المقاولين اللي هو هيلعبه ان شاء الله يوم الاحد 29 نقطه ولعب 12 مباراه 13 مباراه 13 مباراه ازيد ماتشين من النادي الاهلي وفرق اربع نقاط للاهلي وفرق اربع نقاط يعني بس لسه عندك الماتشين المقاولين لكن احنا بنتكلم على الواقع احنا بنتكلم على الواقع المقاولين من الفرق المميزه جدا السنه دي مع مدير فني كفء ليه شخصيه ليه بصمه ليه اداء ليه قدرات مميزه دي مباراه الدوري يعني. دي مباراه الدوري السنه اللي فاتت اللي هو اللي احنا خدنا بيها بطوله الدوري اللي هو ماتش كسبنا 3-1 فالمباراه لن تكون سهله لان دي بين الاول وبين الثاني في الدوري المصري اللي لو قدرنا نطلق عليها رقم قمه لان بالتالي المباريات اللي بين الاول والثاني بتبقى قمه يعني السنه دي لما لعبنا الاتحاد برضه في النادي الاهلي كان ماتش الاهلي الاول والاتحاد الثاني كانت قمه الاهلي بيلعب المقاولين الاهلي الاول والاتحاد والمقاولين الثاني تبقى ماتش قمه يعني اللي بين الكبيرين في المسابقه فاعتقد ان هي مباراه هيكون ليها قيمه عاليه ليها تقدير عالي
كل فريق هيحاول يثبت نفسه. النيو فايلر هيحاول ان المباراه دي تعتبر واحده من اهم المباريات بالنسبه له، انه يخلصها علشان يوسع الفرق اكتر بين اقرب منافسيه. عماد النحاس هيحاول يعبر عن نفسه بدرجه كبيره جدا من خلال قدراته الفنيه كمدرب، من خلال قدرات لاعبيه، من خلال استغلال الاوراق اللي عنده، ومن خلال قدرته على مواجهه اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي اللي هي بتلعب بفكر الفايلر. كويس. فهتكون مباراه فيها شغل تكتيكي مميز بصراحه كابتن عماد النحاس، يعني هيتعبنا الماتش ده. هو اللي عماد النحاس ده تتلمذ على يد البرتغالي مانويل جوزيه الساحر، معشوق الجماهير النادي الاهلي، اعظم مدرب في تاريخ النادي الاهلي. واضح ان هو كان بيبقى قاعد مركز قوي في التعليمات اللي بتدي مانويل جوزيه، طريقه كلام من ما في ناس، في ناس بيشتغلوا مع مدربين كبار وبيكون لهم شكل، لكن يخرجوا من التجربه بلا شيء يعني. لكن في ناس بيخش بيتعلم من منهم بتاع حسين شحات ده طبعا، ده طبعا كان من الاجانب الكبيره ومال. فاعتقد ان المباراه هتكون قويه وهتكون مهمه، هتكون مؤثره بالدرجه الكبيره جدا، مؤثرة على الفريقين ونتيجتهم يعني. مدى تأثير هذه المباراة على المباراة اللي بعديها على طول مع النجم بقى من وجهة نظرك؟ لا دي مباراة مهمة جدا. أنا بعتبر دي إن دي يعني البوابة الأولى لمباراة النجم. إنك بتلعب مع فرقة تقيلة جدا، فرقة قوية جدا، وأنا أكاد أجزم أن المقاولين أقوى من النجم الساحلي. كمان. بالظبط يعني. على فكرة النجم لسه خسران من الترجي الماتش الأخير ليه إمبارح، أول إمبارح تقريبا، خسر 1-0 في الدوري التونسي. والنجم مش هدف اللاعب الليبي، مش متذكر اسمه، سليم مميز قوي. انا برضو مش متذكر اسمه، فاكر. لكن في النهايه ال بقول لك النجم الساحلي ليس بالفريق اللي هو اللي احنا نعرفه، الفريق الاتقل الكبير اللي احنا كنا بنشوفه يعني. فان شاء الله تكون مباراه المقاولين، ما اقدرش اقول بروفه، تكون يعني بوصله تعرف من خلالها انت قدرتك تقدر تعمل ايه. بالزبط. لانك انت مطلوب انك انت تكسب بشكل قوي وشكل مريح، وتوجه انذار للماتش الاخير، لانك انت رايح للهلال في السودان ان شاء الله. فلازم تخلص بعدد كبير جدا ان شاء الله من الاهداف، وتروح السودان ان شاء الله عشان تحقق نفس النتيجه، لانه لا بديل ولا سبيل امام الاهلي سواء ان شاء الله، ان شاء الله ما فيش حاجه اسمها انك انت تكفيك نقطه او التعادل او مش عارف ايه، او بليتينيوم ممكن يتعادل مع الهلال او يكسب، كل ده الغي كل ده في كره القدم. عندما تكون الفرصه بيدك، صحيح كانت ممكن تحسم في الماتش الماضي ماتش بليتينيوم، اذا لو كنت كسبت كانت الامور خلصت بقى، خلصت بالنسبه لك، كنت تكسب النجم الساحلي هنا 2-0، كنت اول مجموعه على طول يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وربما ضاره نافعه. فرقه حطتك في مازق، فالاهلي في الظروف الصعبه بيبان المعدن الاصيل للنادي الاهلي، وان شاء الله يقدروا يحققوا نتائج طيبه يعني. وفرصته كبيره جدا ان يتصدر اول مجموعه. البعض يقول لك خلاص مش هتصدر، لا تقدر اول مجموعه طبعا. لانك انت دلوقتي اقصى، لو انت كسبت النجم الساحلي اقصى حد ليها هيوصل 12 بونت. انت لو كسبت النجم الساحلي والهلال هتبقى 13 بونت بالظبط. فانا اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق هذا جماهيره، ومعودهم دايما على ان يكون دايما الاول في مجموعته باذن الله. للاسف يوم السبت اللي فات ما كانش مبهج بعد التعادل مع بلاتينيوم، بتشوف الاسباب ايه من وجهه نظرك ان هو مبقاش يوم مبهج بعد هذا التعادل، وازاي النادي الاهلي يقدر يتعامل مع المرحله اللي جايه من المباراتين المتبقيين في دور المجموعات؟ وهل الظروف اتصعبت بشكل كبير؟ هل الاهلي فقد بريقه يا استاذ اوسي بعد التعادل في هذه المباراه بعد زي ما البعض بيصور يعني؟ انت سالتني سؤال عنقودي. بالظبط، ثلاث اسئله ببعضيها. فخلينا نمشي الواحده، الظروف اللي اثرت على النادي الاهلي في المباراه الاولانيه. حلو. خلينا في ماتش بلوتونيوم وزيمبابوي. رحلة قاسية جدا ورحلة شقة جدا، تدمر أي حد مع درجة حرارة مع رطوبة عالية. واخد بالك؟ وفوق ذلك تتعرض لثلاث إصابات من أعمدة الفريق. وكأن الإصابات اللي موجودة أصلا لم تكفي يعني. يعني حوت الإصابات عمال يبتلع في لاعبي الأهلي. لو منهم إصابة قبل الماتش يبتدي على طول. بقول يعني أنت عندك 9 موجودين أو 8 موجودين مصابين من اللي هم من الأساسيين بتوع الفرقة. وفجأة يجي وليد سليمان قبل المباراة، يجي قفشة يصاب، يجي أليو دانج يصاب، كل ده بيأثر عليك، وكل ده بيهز الفرقة، وكل ده لأنك أنت مهما كان عندك يعني تجهيزات واستعداد، يعني في لعيبة برضو عندها قدرات خاصة، عندها مهارات خاصة، عندها إبداع في الملعب. فلما تفقدها بتفقد حاجات كتير جدا يعني، وابرزهم وليد سليمان طبعا بالطبع يعني. طبعا طبعا. فدي الحاجات كلها طبعا كان لازم تاثر على فرقه الاتحاد الاهلي، ولازم تاثر عليه بدرجه كبيره جدا. بل بالعكس يعني، كان الظروف دي النتيجه دي يمكن انا بعتبرها والله الى حد كبير، لان كان في امكانيه ان الفريق البلاتينيوم يسجل الهدف في مرمى الاهلي اخر قد يحسم بيه المباراه يعني، وهنا كانت تصعب المهمه اكتر يعني. طبعا. لكن الحمد لله ان رغم كل الظروف دي قدرت ترجع باقل الخسائر، انت في النهايه أن تعود بنقطة أفضل من ألا تعود بشيء يعني. أكيد. ودايما في 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 دوري المجموعات في دوري الأبطال في قاعدة أساسية، أن تفوز بكل المباريات على أرضك
ولا تخسر خارج ارضك. وان كسبت مباراه يبقى ده شيء رائع طبعا. لكن ساعه على الاقل ما تخسرش. ده معنى ايه؟ انك انت معاك 9 وهيجي لك كمان تبقى معاك 12 نقطه. دي القاعده. لكن اذا فقدت نقاط على ارضك وخسرت بره ارضك كمان الامور بتتصعب على الامور يعني. الاهلي حتى الان يعني يمكن طبعا كسب الماتشين اللي كانوا على ارضه وبقى له ماتش النجم الساحلي ان شاء الله بثلاث نقاط باذن الله، يبقى 10 نقاط لما يكسبه. وعنده ماتش اللي بره مع الهلال، يعني التعادل طبعا يكفي، لكن المؤكد الاهلي لن يلعب للتعادل وسيلعب للمكسب في هذه المباراه يعني. ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني خاص بايه؟ هل الاهلي فقد بريقه يا استاذ اسيد؟ البعض بيشكك بعد تعادل النادي الاهلي مع بلاتينيوم في قدره النادي الاهلي على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. كلام غريب وكلام عجيب وكلام ناس بتتعامل مباراه بمباراه، ودي لا هي طريقه النادي الاهلي ولا سياسه النادي الاهلي. ممكن يبقى في قلق، ده طبيعي يعني، ممكن اقلق شويه. ايوه اوكي اوكي، بس على فكره احنا بندافع على اللي بتاع ولا بنبرر حاجه مثلا سيئه. يعني ازاي واحد لاعب مثلا كل هذا الكم من المباريات ففي مباراه تتعثر فيها؟ مباراه النجم الساحلي عارفين ظروفها وكله طبعا. الاهلي كان مسيطر على المباراه ومحكم قبضته على المباراه، كان قاب قوسين او ادنى ان يبدا يتقدم او يسجل اهداف، فاذا بالحكم يتدخل ويطرد ايمن اشرف فتنقلب الامور اصلا على عقب، ويحصل الاهلي علشان يقدر يعوض التغيير ده اللي يطلع واللي ينزل، وتغييرات جوه الملعب وتغييرات بره الملعب، يعني عملت دربكه كبيره جدا في اداء الفريق. الماتش ده قلنا فيه ليه اسبابه يعني، واخد بالك؟ الماتشين التانيين اللي كانوا هنا الاهلي كسبهم بشكل كبير جدا يعني، لكن ما حدش يقعد يقول لي ان ده اصل الاهلي افريقي، الاهلي محلي. امتى الاهلي كان محلي؟ ده الاهلي ابو الافريقيه وابو العالميه وابو الاقليميه يعني. الاهلي دايما في المباريات الكبيره الثقيله بيلعب وبيأدي يعني. فالراجل يعني في مباراه الاهلي كان سايق فيها، وارد جدا انك تكون خلال 15 20 مباراه وارد جدا انك تكون سايق في مباراه طبيعي. ده مطروح جدا، ولا سيما ان قلنا ان هذه المباراه تحديدا تعرض الاهلي فيها لظروف كبيره جدا. والفريق الثاني انت لو تفتكر انا يوم الخميس اللي عدى قلت لك يا عم امير ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله، اكيد. وان في فرق مهما كانت درجه صغرها وقله خبرتها وان هي ما كانت صفر من النقاط الا انك انت تخاف من حرافيش الكوره دول. يعني دول ممكن يعملوا لك مشاكل كبيره جدا يعني، دايما خاف منهم لانك انت الكبير بتبقى عامل له حساب. يعني ممكن تلعب مع برشلونه فتعمل معاها مباراه كبيره جدا، مش تلعب مع فرقه مالهاش وجود في القاره ولا حتى في الكره المصريه وتزعجك وتعمل لك ازمه وما تقدرش تسجل فيها، لان عندهم دوافع غير عاديه ان يعملوا نتيجه كبيره قدامك يعني. ولا استنى كمان ان هم غيروا 6 لعيبه في الفريق والحاجات دي كلها، كل ده كان بتاع 3 لعيبه ولا 4 لعيبه اضافه. وفي نفس الوقت انت كنت فاقد عدد كبير جدا من اللعيبه، فاقد 11 لاعب كلهم يلعبوا اساسيين في فرقه النادي الاهلي. فدي ظروف يا جماعه لازم الناس تحطها في الحسابات، ولازم الناس تحطها في الخطه قدام وهي بتتكلم، ولازم الناس تحطها في التقييم وهي بتقيم. زي مثلا انت رايح تشتغل لكن في اليوم ده مش محضر شغلك وعندك برد، ولا قدر الله ماشي في الطريق وحصلت لك مشكله ودخلت مكان شغلك وحد نرفزك، فتطلع في النهايه مؤكد ان في اليوم ده اكيد مش هتبقى في اليوم المميز طبعا. مش مهيئ لكن لو الامور جايه بشكل كويس وجايه والدنيا مريحه وجاي عندك مثلا السكريبت بتاعك جاي عالي جدا وفي مجموعه اخبار بتساعدك بشكل كبير جدا، هتلاقي نفسك بتتالق وبتقول روائع على الشاشه بس يعني. فده طبيعي، الطبيعي انك انت ماشي متالق في يوم عادي جدا. ده طبيعي طبيعي، مفيش حد بص الكمال الله واحد، مفيش حد بيمشي دايما بهذا الشكل. اكيد برشلونه، ما شفنا برشلونه في الماتش، شفت برشلونه في ماتش اتلتيكو مدريد طبعا في السوبر. طبعا ماتش يخلص 4-1 بعد ما تقدم اتلتيكو مدريد، برشلونه تعادل وتقدم بجون، كميه من الفرص من الدقيقه من الاولى الدقيقه لغايه الدقيقه 80 برشلونه مسيطر. بعد كده اتلتيكو رجع في الاخر خالص اخر 10 دقائق ولا 5 دقائق يعني جونين، حاجه غريبه جدا يعني. ده كره القدم يعني، فهل برشلونه انهار ولا الدنيا خلصت وبتاع؟ بالمناسبه جابوا المدرب الجديد ستين وده مدرب على فكره يكاد يكون يشبه فكره التعاقد مع ريني فايلر في النادي الاهلي، فهو مدرب ليس له بطولات، بقى له 19 سنه بيدرب في كره القدم ودرب كل الفرق اللي الفرق بس السن ما بينهم يعني، هو راجل كبير شويه ممكن لكن لم يحصل على بطوله من قبل. محدش طلع دلوقتي لما شفناش فني ريال بيتيس، ما بقول لك كان ريال بيتيس، ما شفناش حد طلع في الصحافه الاسبانيه ولا في الاعلام ولا في البتاع ولا في الجماهير بيشن هجوم على يا برشلونه جايب واحد ما خدش ولا بطوله. ده كلام ينفع الكلام ده؟ لا ده كان هيجيب واحد كمان، ايه كان هيجيب تشافي اللي لسه ما عملش اي حاجه. تشافي مش ما عملش اي حاجه وكان كان ماسك السد في كاس العالم للانديه ونتائج في منتهى السوء، واخد بالك؟ لكن في فرق بتحتاج مدرب بمواصفات معينه بغض النظر عن سيرته الذاتيه السابقه، وشفنا هذا ان الاهلي نجح في ده بدرجه كبيره جدا،
وهنشوف هنتفرج على الراجل ده مع برشلونه يعني ان شاء الله. فكره القدم فيها ده وفيها ده، وارد جدا انك انت تتراجع شويه زي اللاعب، متغيرات طبيعيه زي اي لاعب. ما انت ما تتوقعش ان لاعب يلعب لك مثلا 20 30 مباراه بنفس المستوى، ده مستحيل، واخد بالك يعني، بس نعم ميسي يعني ميسي بس لا وساعات والله مستواه بيقل عادي في ماتشات بيقل يعني. في ماتشات ما بقاش موجود يعني، بس نادرا يعني. لو نفتكر يعني لو نفتكر ماتش ليفربول وبرشلونه 4-0 اللي كان ماتش العوده، شفنا ما كانش ليه وجود صح مثلا يعني. امبارح بعد الفرقه اتاخرت وخلاص بقى دقايق مش عارف ايام ليه يعني، خلاص قدر الله انتهت، مش هتقدر ليك قدرات محدوده مش هتقدر تتجاوزها. فان الاهلي يتعثر في مباراه وهذه المباراه اللي مختار يتعادل فيها، كان المفروض طبعا يكسبها عشان ايه؟ الهدف المكسب عشان تخلص ما تروحش الازمه ثانيه يعني، او تبقى الامر بايديك، لكن الامر يعني ما زال في ايد النادي الاهلي. والنادي الاهلي بيلعب على اللقب، فالنادي الاهلي لا يهمه انه هيلعب مع النجم الساحلي هنا ولا هيلعب مع الهلال السوداني في السودان. اعتقد ان الامور كلها واضحه ومحسومه، واعتقد الرساله وصلت من ماتش طنطا. كويس يعني الاداء اللي حصل في ماتش طنطا واللعب والاصرار يؤكد ان لاعبي الاهلي يعني كان ليهم تعامل معاهم تعامل مختلف بعد ماتش بلاتينيوم، والامور هتختلف تماما وان شاء الله قبل يوم 26 بعد تاجيل الماتش من 24 ليوم 26 لدواعي في مصلحه مصلحه الاهلي بصراحه التاجيل. كويس عشان انت يعني عندك يوم يوم الاحد المقاولين تلعب الحد اللي بعده مع ايه؟ مع النجم الساحلي، فمساحه زمنيه جيده بالظبط يعني. وان شاء الله ربنا يكرم لو رمضان يلحق طبعا وليد سليمان يكون جاهز، قفشه يكون تماثل تماما. على فكره انت كده في الغالب هتلعب النجم الساحلي، بعد كده تطلع السودان على طول تلعب الماتش الثاني، لان مش انت المفروض تلعب ام بي يوم 27 دلوقتي خلاص، مش هينفع تلعب ام بي يوم 27 لان عندك ماتش 26 مع النجم. مش هتلعب يومين ورا بعض، فبالتالي كده واضح ان لا ما خلاص ما ام بي النجم الساحلي كده انك انت داخل يعني، شوف داخل في اخر يناير على البتاع، وفي فبراير عندك ماتشين مع الزمالك طبعا غير الماتشات اللي في الدوري الموجوده في الدنيا. دي مرحله ثانيه بقى مهمه، دي مرحله ثانيه مهمه جدا يعني طبعا، لكن عندك ضغوطات كبيره جدا يعني. انت كمان هقول لك، بالرغم ان النادي الاهلي راجع اتحرك، الماتش كان بيتلعب يوم السبت، الاهلي اتحرك بعد ما خلص الماتش بالظبط على مطار بولاوي، وبعد كده راح لهراري، ومن هراري راح زامبيا، وصل 3 الصبح ومن هراري راح وصل 2 الصبح او 2 الصبح، ومن هراري راح زامبيا، ومن زامبيا راح اثيوبيا، ومن اثيوبيا جه القاهره تقريبا واخد 6 ايام في الطريق واخد بالك. فجي جاي انت جاي يوم الاثنين الصبح بعد الفجر وهتلعب الاربع، اتمرنت مره، طب انت مش هتتمرن يوم الاثنين، اتمرنت يوم الثلاث ولعبت وربنا كرمك ووفقك، واديك بعد رغم ذلك اديك اخدتها برضو الخميس النهارده اتمرنت، وعندك بكره تدريبات خفيفه يوم السبت، وعندك يوم الاحد ماتش تاني بالظبط. ففي ضغط كبيره جدا في الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، لولا انه فريق كبير ومتماسك ولديه ذخيره من اللاعبين رغم المصابين كان بقى في ازمه كبيره جدا في النادي الاهلي. انت في فرق كتيره جدا في الدوري طبعا بعيد عن الاهلي، لما بيصاب منها لاعب او اثنين تتاثر جامد، تتاثر بشكل كبير جدا. لكن لما بيصاب عندك رمضان صبحي والشحات وغايب كريم نيدفيد ومحمد محمود عدد كبير جدا من اللعيبه وسليمان وقفشه وديانج كل ده، حمدي فتحي الواحد من امهر اللعيبه في مركزه في مصر طبعا، خساره كبيره جدا للاهلي والمنتخب، ربنا ان شاء الله يعجل له الشفاء والامور تتصلح كبير جدا يعني. فدي ظروف يا كابتن. اذا الرساله ايه لجمهور النادي الاهلي اللي ممكن يكون بيقلق شويه؟ وده حقه لان هو يعني عنده عشان كبير جدا ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا باذن الله. انا متاكد منه ان جمهور النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي دايما وراه، حتى نشيده وراك في المره قبل الحلو، لا ده انا على المره معاك قبل الحلوه كمان، لان في الحلوه انت خلاص حلو وجميل، لكن على المره لازم اقف جنبك وادعمك. وعمر جماهير الاهلي ما بتكون يعني من اللي بتقطع في الفرقه او تحطم وتكسر همتها او يعني او تدمر معنوياتها. انا لما تجيلي لو تفتكر لما كان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وحقق نتائج سيئه جدا وراجع مطار القاهره، لا انت قصدك على البطوله بتاعت باتشوكا لما خسرنا 4-2 وراجع من مطار القاهره وقعدوا، وده كان في ابو تريكا وبقيه اللعيبه وبقيه النجوم قعدوا باك 2008 اتذكر 2008 شوف كان استقبال الجمهوريه بعدها ايه اللي حصل يعني. البطوله اللي بعدها نروح تجاه ونجيب الميداليه واخد بالك، وهتشوفونا في بطوله افريقيا وهتشوفونا في الدوري وبتاع. ده جمهور النادي الاهلي يعني جمهوره ده حماه، فجمهورنا ده اللي حامل الفريق حتى وان تعثرت هقف معاك. وعمر الجمهور ما يتخلى عن النادي الاهلي تحت اي ظرف من الظروف طبعا يعني. كون ان حد يعني عنده شويه حماس وعنده رغبه ان الاهلي ينهي ويخلص بدري فده شيء طبيعي وشيء محمود وما فيش مشكله طبعا، لكن انا قصدي يعني ان احنا ما نهزش الثقه في اللعيبه في الفرقه، لازم نفضل مساندين كل الدعم طبعا لفرقه النادي الاهلي. فرقه الاهلي قويه ومتماسكه ومن احسن الفرق اللي بتلعب كوره السنه دي، ومتعونا بكره قدم حقيقيه السنه دي الحقيقه،
واستمتعنا في الدوري ب 33 هدف، حاجه عظيمه جدا مع مزيج من الانسجام وعوده المصابين ودخول اليو باجي مع المهاجمين. اعتقد ان فرقه الاهلي هيكون لها شان ثاني باذن الله. في تنوع في الخط الامامي يا استاذ اوسي باضافه اليو باجي وعدد من اللاعبين الموجودين في الخط الامامي سواء كصانع العاب كوينج كمهاجم، التعدد ده اكيد هيكون مفيد بالنسبه للمدير الفني. دايما 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 التعدد في المواصفات والامكانيات يعني بيكون مفيد للمدير الفني لانه بيديله يعني بدائل عديده جدا في الاختيارات. بيكون مفيد في عمليه المنافسه، ان انا بنافس نفسي يعني المنافسه داخل الفريق نفسه يعني بالظبط، ان وجود عدد كبير مميز من اللاعبين انك انت لو مش هتلعب ومش هتادي مش هتلاقي مكانك في الفرقه. ما عندوش بص يعني الراجل ما بيهركش، الراجل اللي بيحصل في التمرين واللي بيادي وبيلعب بياخد فرصته، ملوش دعوه لا باسماء ولا بيلعب ولا انت كنت بتلعب في الاهلي ولا انت كنت شايل ولا انت بتجيب اجوان، تمرينك هو المقياس بالنسبه لك انك هتدخل. اعتقد ان ده هيفرض حاله شديده جدا من الاهتمام والتركيز الشديد جدا في تدريبات الاهلي، وهي موجوده بالفعل بشكل دائم ومستمر. وفي المباريات ايضا ان يكون هناك تركيز على استغلال الفرص واستغلال الوقت المتاح لكل اللاعب اللي هيشارك بيه في المباريات يعني بالزبط. فكله هيصب في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفريق يعني. طيب بالتالي بقى عشان اقفل الملف الخاص بالنادي الاهلي بالتحديد الفريق الاول، الفرق ايه؟ خلصت الحلقه في ملف لا لا الفرق ايه؟ ما بي... اصل ده اللي بيهم دايما طبعا احنا هنا علشان الفرق ايه ما بين اهلي الدوري واهلي افريقيا؟ لان ناس كتير دايما بتطرح السؤال ده يا استاذ اوسي، انت شايف الفرق ايه؟ عمر النادي الاهلي عمره ما كان في فرق بين اهلي دوري واهلي محلي. كويس، اصل اللي بيحاول يقول لك الكلام ده عايز يقول لك الاهلي فريق محلي، ازاي يا عم؟ ده الاهلي هو سيد افريقيا بالظبط، ده الاهلي هو ملك القاره السمراء، ده الاهلي 8 القاب رقم قياسي لا يضارعه فيه احد. الاهلي في مباريات الافريقيه له صولات وجولات وانجازات كثيره. الاهلي لعب 4 جولات كسب جولتين وخسر جوله وتعادل جوله، يعني ما حصلش حاجه كارثيه. الاهلي لم يودع دوري الابطال يعني لكن في ظروف معينه انت يعني بتواجهها بتاثر عليك يعني، ظروف مباراه ظروف، لكن ما فيش حاجه اسمها اللي بيقول كده المؤكد انه لا علاقه له بالاهلي. وفي ناس يهمها ان هي تعمل كده او تقول كده علشان تحبط الفرقه، وانك انت لما تيجي تلعب افريقيا تبقى متكسر معنويا وخايف ومهزوز وعندك ثقه نفسك دايما مثلا يعني. اي شغلانه انك انت تتحط في بوزيشن معين فانت بتدي فيه، لما تيجي حاضر لا انت البوزيشن ده كبير عليك يعني. بقى افريقيا كبيره على النادي الاهلي؟ لا طبعا. النادي الاهلي هو يعني سيد نادي القرن افريقيا في افريقيا يعني. نادي القرن في افريقيا هو اللي بيظفر بكل شيء في القاره الافريقيه يعني. بالظبط. فكون ان حد البعض بيحاول يعني يرسخ لهذه الكلمات وهذه المعاني والمفهوم ده يحاول ان يخليه يبقى سيد، وبعض من جمهورنا الاهلي ممكن ياخده ويروج معاه، اعتقد الكلام ده مش مظبوط وليس في مصلحه النادي الاهلي. ورد الاهلي سيكون في الملعب قاسيا. قبل كده افتكر في 2006 ماتش الاهلي والصفاقسي لما تعادلوا هنا كانوا بتوع الصفاقسي بيرقصوا وفرحانين وبتاع، وده الاهلي ده احنا هنخلص عليه، انت كتك تلعب في الدوري المصري يعني وبتاع. حتى منو جيدي دخل لهم قال لهم انتوا اتدفلتوا هنا واحنا هنحتفل هناك، وفي نفس الوقت الكلمه اللي لعبته اذا كنتوا انتوا عملتوها كده فغيروا الوضع اللي انتوا عملتوه. لو رحنا كمان هناك تونس وعملوا دخله كانت فظيعه الصفاقسي ساعتها، جمهور الصفاقسي وهو بيسلم البطوله للاعب الصفاقسي وفي الاخر الاهلي كسب هناك يعني. والسيناريو ده حصل تاني قبل كده في 2012 مع الكابتن حسام البدري لما تعادلنا مع الترجي 1-1 في برج العرب ورحت هناك كسبت 2-1 بالظبط يعني. فالاهلي دايما بتاع اللحظات الاخيره. وهفكرك بقى كمان قيمه الاهلي وقميص الاهلي وفنيه الاهلي ورغبه الاهلي والحماس اللي مزروع جوه النادي الاهلي. لو تابعت ماتش الباسكت امبارح بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري السوبر السله، الاهلي فاز طبعا في هذه المباراه. الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا بعض في ملعب الزمالك في نادي الزمالك في 100 عقبه في 4 فترات للمباراه، الفتره الاولى يكسب الزمالك، الفتره الثانيه يكسب الزمالك، الفتره الثالثه يكسب الزمالك، باقي فتره واحده وذاك متقدم ب9 نقاط، الفتره الرابعه الاهلي عادي، الاهلي يعني بيعمل تفوق كاسح ويعوض ال9 نقاط يصل لكام؟ 99 79 79 يدخل المباراه الوقت اضافي، الاهلي يفوز بفرق 10 بونت 93 83 هي دي روح الاهلي يعني. انت بتكسب كل ده وفي الاخر الاهلي بيخلص الامور يعني. فدي روح الاهلي، دي قيمه الاهلي، دي قدره الاهلي يعني. طيب عشان اخد جانب من الامور المحليه سريعا، الفار واضح ان هو هيتطبق خلاص يا استاذ اوسي بعد وعود كانت عديده من اللجنه الخماسيه فور توليهم المسؤوليه، اكيد ده نجاح بالنسبه لهم ان يتم تطبيق الفار طبعا. لكن الاهم، هل الفار نفسه هينجح في مصر ولا شايف الامور ايه؟
مبدئيا خلينا ناكد لك ان الاهلي من السنه اللي فاتت قبل كاس الامم الافريقيه بيطالب بتطبيق الفار ماشي وكان حصل على وعود ان يتطبق في السنه اللي فاتت وما حصلتش واللجنه بتاعه السيد عمرو الجنايني الخماسيه اول ما جت قالت هتطبق الفار وعجزت عن توفير ده ماديا وتقنيا وفنيا وبشريا وحصل مشاكل كده لدرجه انهم قالوا بالدور الثاني بعد كده صارت شكوك انه مش هيطبق في الدور الثاني حتى يعني تم التوافق على ان لازم الفار يرجع ويتطبق. في تدريبات بتحصل تقريبا بتستغرق حوالي 3 شهور هم هيعملوها في 27 يوم. 28 بالظبط. تقريبا يعني. عدى منهم يومين خلاص. خلاص يبقى 26 يوم. 26 يوم. يعني. فالتدريبات طبعا يعني طبقا للمواصفات العالميه او الكلام كافي. اللي احنا بنسمعه ان هي ليست كافيه. مش كافيه. واخد بالك؟ لكن ده احنا معنا احنا يعني ربما هم بيكثفوا بيضغطوا بس اذا كان ده في انجلترا احتاج ل 18 شهر مثلا يعني واخد بالك انت بتعمله في عدد قليل جدا شهر. من في اقل من شهر واخد بالك بس دول بيشتغلوا بقى علشان بيتجنبوا كل الاخطاء وبيشتغلوا طبقا للاسس وحاجات معينه يعني عموما يعني في كل الاحوال هتكون تجربه يعني هتضيف اكثر مما تاخذ صح في كل صح الاحوال صح طبعا ايا كانت طبعا واعتبر ان فتره التدريب دي بالدور الثاني نفسه ان شاء الله هتكون ايه برضه فتره تدريب اخرى بحيث ان احنا الموسم المقبل نكون يعني بروفيشنال في هذا الامر لا سيما ان هم متعاقدين مع شركات وعربيات نقل وحاجات بالزبط. قويه وحاجات مميزه ان شاء الله يعني لكن في كل الاحوال خطوه مفيده لتقليل الظلم في الملاعب لا سيما ان اخطاء التحكيم هذا الموسم كتيره جدا يعني متواصله استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا نورتنا كالعاده ربنا يخليك يا امير وخلص تحياتي ليك و دايما يا رب موفق يا رب والنادي الاهلي موفق وان شاء الله ربنا يكرم الاهلي يوم الاحد مع المباراه القمه مع المقاولون العرب وتكون مباراه سعيده على جماهير الاهلي ومبيجا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في ميديا بكره احنا اجازه طبعا الجمعه يوم السبت هنتواصل معاكم في حلقه جديده من نفس البرنامج استنونا الى اللقاء